المحامي العدالة والأمن في أوقات الأزمات انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لنقابة المحامين في دورته 34. المناسبة جرت بفندق راديسون بلو بالعاصمة نجمينة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبهذه المناسبة تحدث نقيب المحامين التشاديين أناتاز مبايغانون الذي ثمن جهود السلطات العليا الرامية إلى إنجاح عمل المؤتمر وسعيها من أجل تحسين مستقبل المحاماة في تشاد وتوفير الحرية للمحامين من أجل القيام بدورهم في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون. أعقبه في الحديث رئيس المؤتمر الدولي لنقابات المحامين إلي الكايم الذي أكد أن المؤتمر الدولي لنقابات المحامين يعتبر منصة لتعاون وتضامن جميع المحامين حول العالم، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة يجب أن تكون حرة ومستقلة، وأن المحامي بحاجة إلى تأهيل وتدريب حتى يتسنى له القيام بعمله بكل مهنية. أما وزير العدل جيمي عربي فقد وصف اختيار نجمينة لاستضافة هذا الحدث بالمبادرة الجميلة، وقال إن المناسبة تعد سانحة لبحث الإمكانيات والسبل الكفيلة بتطوير السلك القضائي، لافتا إلى أن مهنة المحاماة هي مهنة دفاعية وأن حق الدفاع مكفول بنص الدستور من أجل ضمان قضاء عادل ونزيه. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمته الافتتاحية أشاد بهذا اللقاء قائلا إن المحامين في تشاد بحاجة إلى مثل هذا الحوار الرفيع المستوى وتبادل الخبرات مع نظرائهم، وأن شعار المؤتمر يؤكد صعوبة الدور الذي يقوم به المحامي في ظل الأوضاع الأمنية المختلفة لتحقيق العدالة. وأشار رئيس الجمهورية أيضا إلى الدور الذي يقوم به المحامي في خدمة الكرامة الإنسانية وتقدم البلاد ورفاهية المجتمع، داعيا المحامين إلى الالتزام بأخلاقية المهنة مع ضمان حماية الدولة لهم لمزاولة أعمالهم. هذا وعلى مدار 3 أيام سيناقش المؤتمرون من القانونيين وأساتذة الجامعات مسائل تتعلق بالعدالة والأمن وقضايا ذات صلة بمزاولة مهنة المحاماة. إن القضاة والمحامين وكل الفاعلين في هذا القطاع يحظون بمكانة هامة في أجهزة مكافحة جميع أشكال التهديدات الأمنية. ومع انعقاد المؤتمر الدولي لنقابات المحامين في دورته 34، أنتهز الفرصة وأجدد تأكيد التزامي من أجل تعزيز وتهيئة الظروف الملائمة لممارسة مهنة المحاماة. أيها المحامون، أنتم تقومون بدور أساسي في مستقبل البلاد. هذا الدور ليس محصورا فقط داخل المحاكم، لأن المحامي المعاصر يعتبر في نفس الوقت فاعل اقتصادي، مدافع عن الحرية، مراقب اجتماعي، ومواطن نموذجي. ونظرا لهذه المكانة الهامة والخاصة التي تتمتعون بها داخل المجتمع، فإن الدولة تسعى دوما من أجل ضمان الحرية لكم لمزاولة مهنتكم، كما أنه لم يتم مضايقة محامي بسبب عمل قام بها في سياق ممارسة عمله. إن الدولة ستوفر الحماية لكم، وأنه في أوقات السلم وفي أوقات الأزمات يجب احترام القانون والحقوق بشكل كامل. doit être intégralement respectée.